فشلت محاولة قطرية إخوانية في إفساد وقفة احتجاجية ضد الإرهاب أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث استعانت الجماعة الإرهابية بمجموعة من الخارجين عن القانون والمقيمين بشكل غير قانوني في سويسرا، وعدد من عناصر تنظيم الإخوان في دول عربية حاولوا الهجوم على الوقفة فور انطلاقها، التي كانت مخصصة للتنديد بالإرهاب وإثارة قضية قبيلة الغفران القطرية أو قبيلة الغفران القطرية. رصد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء في تقرير له 7 شائعات انتشرت خلال الأسبوع الجاري، منها انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة وتوقف حركة التشغيل ونقص حصص الدقيق المدعم ببعض المحافظات والاستغناء عن جزء كبير من المعلمين خلال الفترة المقبلة.